السلام عليكم ارميني، خد يا تقول فين انا قاعد دومي؟ عايزين نشوف عند امي وعند امك. اهلا. ايه ده ما شاء الله ما شاء الله، سعاد وصدفه وهدى وملك وام وليد وامي وندى، ما شاء الله. وصفا ايه؟ ما وصفا يا حلاوه يا ولاد، ولافا وانا وانت وابو احمد كلهم هنا يا ولاد. هنتجمع واجيلك. اصبر. ايه بطاطا؟ ايه حماد؟ مالك يا حبيبتي؟ ازيكم؟ مالي في جيبي. طب حلو، ازاي علينا بقى؟ مش احنا اولادك؟ هلا ازيك يا لافا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبة قلبي؟ وسعي كده شوية. ناصحكوا سليم. سليم اتكلم معايا. يجي بس. ازيك يا جماعة؟ امين ايه؟ كويس. طب انا جاي بطاطا، عايز ايه بطاطا؟ جايبين لك جايبه ايه مولد معاك؟ جايبه فسيخ ولا رنجة؟ عروسه. ايه عروسه مولد؟ المولد انت يا عروسه ليك. عروسه ليا انا؟ تعالى مولد اقعد. حبيبي يا مولد، لا خليها قاعده هناك، هتيجي تقعد فيها. حلوين حلوين. ايه يا اما شباب؟ انا جنب الشباك. انا كنت شكرا يا مولد. مين اللي قال لك؟ ظروفها يا مولد العروسه، ظروفها كويسه. يا ظروفها كويسه. اللي جايبين عروسه قال نوره نوره يا ام وليد، منورين. جايبين لي عروسه. ده يا جماعه بيت العيله عامل كده، وريه لهم. انا بس استنى اقلب لكم الصوره. بيت العيله يا بنت، بيت العيله منورين. بص 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 فين، بص قاعده فين، بص بص قاعده مستخبيه فين، جوه في الشقه قاعده. بص مستخبيه، مش عايز ادفع الاجره. بصي قاعده ورا اهي، قاعدة جايبة الطبق، قاعدة جايبة الطبق عشان تحمي بنتك. ايه يا بطاطا؟ لا ايه يا بطاطا؟ ايوه لا نزلوني يما شوية يما، نزلوا التيشيرت. استنى يا عم ما تخلص، انا ما خلصتش. ده فيسبوك ده يا ماما. حلو. ايه يا حبيبتي عايزة ايه؟ عمتها، عمتها صلحتها. ألف نهار غيرهم عيالي، أحمي وألبس وأسرح وأكل. ربنا يديك الصحة يا بطاطا. في دوشه، هحاول اشيل لكم الدوشه دي في التظبيط. هلا يا ام وليد. يا محمد هنحطها على بتاعتنا، انا حطيت الميه على بتاعتي. انا مش لما تحطيني انا الاول ياما. ايه ام وليد؟ المعلم. نحط في العيال على طول. عملت ايه في الضلمه امبارح؟ عملت ايه في الضلمه؟ كنت قاعد في البلكونه. انت كان بالنسبه لك مش فارق. مقاطع عندي اربع ساعات. كان فاصل كده كده. حبيبي ده قلبي خاله. قلتلهاش مبروك لما نجح. مبروك. ما انتوا مش هتعملوا حفله وتعزموني ناكل جاتو؟ لا هات لنا هديه الاول. ايه ده؟ هديه حرام. والحفله مفيش جاتو؟ ليه مش حرام؟ هتروح، مش هقول لك حاجه انت. لا يا صدفه مش نجحت، المفروض تجيب الشربات تدي كازوزه للناس. كازوزه؟ ايوه هجيب لك. كل سنه كل اصبر يا كوكو. هديك فلوسك، هديك حقك ناشف. انا بطلع. لا انا عايز حاجه ساقعه. حق ناشف هتديني 10 جنيه حق الحاجه. ايه صدفه؟ عايزه بومبز لبنتي. عايزه ايه بومبا يا بنتك؟ نجحت يعني ولا ايه؟ جايزه الشخه الكبرى ولا ايه؟ مش فاهم. يعني ما تجيبلهاش هي، لا مش هجيب، بس انا هجيب سبيرو سباتس. سبيرو سباتس؟ مين ايه؟ تجيب لك دبانه؟ سبيرو ايش؟ مين سبيرو سباتس؟ دبانه. بركة الدبانة؟ هو اصلا صوحي نحلة مش دبانة. لا دبانة. نحلة. لا دبانة. شوف الولولة دي. صغيرة. ايه ايه كنت في ودود في ايه؟ لا على حاجة. تقول لك ايه يا بطاطا؟ تقول لك ايه؟ بتحكي لي انها تعبانة وحللت ولسه هتنزل تجرب التحليل. لسه التحليل هيجيب لنا. البيت وحشك يا هدى؟ وشها اصفر. وشها مصفر شوية. البيت وحشك يا هدى؟ انا باجي بصراحة كل يوم. طب سؤال بقى. ودي بكل صراحة، الحياة الزوجية أحلى ولا البيت اللي أنت كنت قاعدة فيه الأول؟ لا ما في وفي، يعني بالنسبة للراحة لا عندهم طبعاً. الراحة الفرق اللي راح المسؤولية، مفيش مسؤولية. لو حطيت شوية تراب تحس كده هرجع برضه أشيلهم يعني. هناك مفيش هروب. أنا اللي هعملها. مهما أخبي ومهما أكسل هرجع وهعملها. شوية مواعين سبتهم هترجعي لهم بعدين. هنا مثلا لو سبت حاجة ممكن ماما تعملها. هدى أي حد مش عارف إيه. ذكرياتك يا جوازك يا هدى. طبعاً. لكن في بيتي كل حاجة أنا بعملها. بس أنا ليا هدى دايما أغلط وأقول أحمد خطيب. وانت يا استاذ احمد لسه مش خطيبه. ده لسه خطيبه هنا؟ هي دايما بتقول خطيبه.
يا لولو يا لولو. هنا الشقه دي يا جماعه الطبيعه، دي شقتنا يا جماعه الطبيعه. ابو احمد مفيش مونتاج. ايه ندى ومال ندى ومال؟ لا ما لا لا خليهم. ايه يا صدفه تحبي تقولي لي ايه؟ اللي عشان العيد يعني؟ بقول لك يا صدفه، بما انك هتذبحي، انت هتذبحي؟ ان شاء الله. وانت يما هتذبحي؟ اه هنذبح. وانا انت هتذبحي وانت هتذبحي، يعني كيس لحمه جاهز. وانت كيس اللحمه جاهز؟ لا بس انت هتذبحي. وانت يا بطاطا؟ انا ماشي. كيس اللحمه جاهز يعني لما اصلي على النبي ست اكياس منكم؟ لا بص يا محمد، لا ما هو كيس حتتين ابيض لوحده واسود واحمر لوحده. في عجل واحد فازاي هنديك منه ست اكياس؟ احنا خلاص احنا في طب مش عارف دخلنا في طب. كيس كيس كيس. انا هديك كيس العجل بتاعنا. كلمه كيس بتفكرك بايه؟ بتفكرني بكيس الكلبس ببرو عجل بتاع زمان. او فرق علوز. محمد ربنا يكرمك وتطلع خالص ان شاء الله يا بطاطا. خلاص كده حاجه حلوه على قدك كده. ولدي وانت يا هدى هتذبحي؟ هدى كانت هتذبح بس السنه دي. ليه؟ يعني حسبتها. الف سلام اسال عليك. سلام باذن الله يعني النيه بقى. انت ذبحتي قبل كده ولا اول مره؟ طب بصي يا حبيبتي، المفروض اما تذبحي ما تقطعيش ان شاء الله. يعني ربنا ما يوفقكيش وعمرك ما ذبحتي لسه، بس لما ربنا يوفقك اعملي حسابك بقى ان انت كل سنه العاده دي ربنا ما يقطع لك عاده. باذن الله. بس هبدا بقى من ساعه ما ذبحت اول مره. اما عايز حته من الفشه. ماما حته من الفشه. صدفه ماما حته من الكلوه. صدفه عند صفا عندها حته وحم كده في بطنها. يا صغار اللي عند ابوها في ضهرها. اصغر عندنا يا صغنون. شو مالنا بابوها وامها؟ بصي ابوها وضهرها، احنا مالنا احنا بالكلام ده؟ واحمد ايه؟ بحكي لكم قصه حياتي. انت تلاقي كنت نايمه بتحلمي، انت بتفلي في البت مش لاقياها. بصي انت عماله تفلي في البت مش لاقياها. اهي ده في نفس مكان ابوها. والله ماشي. يا جماعه بيت الاسره دايما يا رب يا رب دايما متجمعين عند الام دايما ما تتحرموا ابدا ابدا. طب ما فيش حاجه حلوه يا بطاطا؟ ما فيش عصير برتقال فاكهه يا كوكو يا قلبي؟ بص بص بتضحك لنا ضحكها لكم. بص انا ضحكها لك. بص بص اوعي سعاد يا سيسو. انا هو زك 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 انا هو دك 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 دك. اسمع الله يا كوكو انا خلي 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 عندي عايزه كركره وانا بلعبها. جيك 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 جيك. جيبوا لنا حاجه ناكلها يا جماعه حته بسيطه نعجوك هنا. قلبي خالي يا واد. ما فيش يا اسطى، ما فيش يا اسطى عنب. انا بطلت جبت كرتونه واحده ده كان خطير. ده انا ما دوناهوش. ما لمسناهوش. والله ما شفناش شكله. كان احمر كده ومدور. ما دقتوش. ايه يا بطاطا؟ نفسك تاكل ايه يا نور؟ انا مش عايز اكل نور. ايه؟ انا هجوعها افرحكم قريب. عزمت الجوده سبب. سبب ايه؟ حد يحضر لك غداك وحد يونسك في وحدتك. ما انا معظم غدايا انا بعمله لنفسي يا اما او عشايا. تاني حاجه تاخي احمد. لا بس انت يا محمد بص يعني انت كراجل محتاج ست. محتاج ست تعمل لك الاكل تروق تونسك. ايه رايكم ان انا هتجوز وهسيب القاهره خالص وهعيش في منطقه ثانيه؟ بجد؟ فين بقى؟ هقول لكم. هبقول لكم ايه؟ ايه رايك يا صدفه؟ اتجوز واعيش في منطقه ثانيه احسن؟ بالسلامه. بالسلامه بقى يعني. ايه رايك يا سعاد؟ اتجوز واعيش في منطقه ثانيه؟ لا انت في وسطنا احسن. في وسطنا احسن. وانت بالسلامه ها؟ لا لا مش بالسلامه. وانت يا اما بايه؟ لا يا حبيبي انا لا انا هسيبكم. وانت يا هدى؟ انا لو هتبقى مبسوط لا روح. ايوه روح. لو هتبقى مبسوط عارف مصلحتك فين روح. كنت نفسي اخد لكم راي ياسمين بس كانت في الاسانسير ما لحقتش اصورها. زمان انا شفتها نازله رايحه فين. عماله تجمع تلم حاجات كده بتاع هتعزل ولا ايه يا حبيبي؟ حلوه السمنه دي بتاعت مين؟ السمنه البلدي بتاعتي يا حبيبي. انا جايبهاش نعمل فطير. طب ما فيش ازازه منها ولا كوبايه ولا لا. ليه يا حبيبي؟ لا زمان مجرد. طب اخد كيس منها ممكن؟ في منها اصفر وفي منها ابيض. انا كنت سامعه انه ساعات محضر لك شنطه امبارح. فين ده؟ ما شفتش. يا بنتي عايزه بندانه طرحه سوري مسكي بندانه طرحه سوري. ايوه يا سعاد عايز صدفه عايز كيس سمنه من دول اخد؟ لا انا مفتحها. ليه ما تفتحيها ليه؟ طب ما انت هتدوقي كل ده. عندك شاحن انا لطيف في بطرمان وفي كيس اخد من انهم؟ بقول لك ايه؟ في بطرمان وفي كيس اجيب من انهم؟ ايه؟ ولا ده ولا ده؟ طيب اخد الكيس. تفتشي بقى يا بس مش عارف ان هي هتقول لي لا. تفتشي بقى انا همس هقراها واديك
اسيحك؟ انا بعرف اسيح. دي بتسيح ولا ما بتسيحش؟ لازم تتسيح؟ اه لازم تسيح ياما؟ طلع المرطه منها. لازم. انا عندي مرطه فوق قديمه ياما بقالها بتاع سنه ما بوظتش. هتحتفل مش دي متعتقه. ده انا ممكن افوض لك ياما بواقي جبنه رومي وجبنه برميل تحطوها في المش. بتبقى كتير عندي ناشفه ولبن قديم برميهم. المش موجود. المش موجود. ينفع تجيبه وحطهم في المش؟ اجيبهم لكم يعني؟ هاتوا انا عندي مش. ايه ده يا كوكو انت قاعد هناك ده انا فاكرك معاهم تحت. خد تعالى. خد يا كوكو تعالى. كلهم بيحبوا صفا؟ انت بتحب صفا؟ صفا 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 نمرة 2. انا بحبك انت قلت لك صفا نونا صغيره ما تغيرش منها. بنحبها عشان لسه نونا. لسه نونا بكره بس تكبر شويه. بكره تكبر شويه بس كده. تاخد بالشاليه زي صدفه كده بالظبط. انت وصدفه بالظبط وهي تاخد معاك. ليه؟ اه. ايه يا كوكو؟ يا كوكو؟ مديك ده. تفضل زعلان كده؟ عايز ايه طيب؟ عايز ايه؟ عايز ايه يا كوكو؟ اتغديت يا سعاد؟ لا يا ماما. خد طيب تعال حضن البابا تعال. بص من حاجه في الدرجه لما حاجه عندي مش كلها بتحبش. لا 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 كلنا بنحبها. طب قول حاجه للفنزات انا هقفل ايدي وجعتني. يلا يا موزه عايز تقول حاجه؟ مش عايز اقول حاجه. عايزين تقولوا حاجه؟ يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام يا بطاطا فعاكي في المطبخ بتاعك ده. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا يا جماعه معلش على اللفه دي يا جدعان. سلام عليكم. وحشتني. ايه يا كوكو وحشتني. ليه يا كوكو يا زعلته؟ ايه يا هدى زعلته ازاي؟ انا بحب صفا وبحب لابا وبحب سليم وبحب موزه كلكم. احنا رجعنا تاني يا ولاد ما قفلناش. بنحب الاربعه بس صفا صغننه بنهشتكها وبنشيلك انت مش شغال التكييف ده يا جماعه؟ انا ما اعرفش. انا ما بشقه مفتوح. شغال التكييف يا جماعه. ايه سدك من شعرك؟ ايه في الباب يا موسى؟ ايوه الفلوس اللي خليها معايا. حلوين. لا دي صغيره تحطها في اسكت يا ولد. بتعمل ايه يا ولد؟ انزل بص هتشدك من شعرك. راح فين يا حبيبتي؟ خليك اديله الشقه مامته الشقه. ايه يا كوكو؟ لكل اللي عليها مرمطة الشقة جوه جوه عند الباب. راح فين يا لافا؟ أي بيت مصري يا جماعة، أي بيت أم بيت العيلة كده كله بيتجمع عندي. أيوة يا بطاطا دايما يا رب مفتوح إن شاء الله.